السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوص الكراميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من غير كريمة، وبطريقة ناجحة جدا وكمان موفرة. عندنا المقادير: كوباية لبن، وكوباية سكر، ومعلقة كبيرة زبدة، ومعلقة كبيرة نشا، ومعلقة مايونيز نحط فيها النشا. تمام، لو هتعملوه بالكريمة طبعا بيبقى طعمه أحلى، بس بيبقى يعني إيه، مكلف شوية. أنا عملته بالكريمة، بس في كذا حد قال إنه ما عندوش كريمة. لو هتعملوه بالكريمة هتحط نص لبن ونص كريمة. تمام، هتعملوه باللبن يبقى كوباية لبن كاملة. أول حاجة هحط السكر عشان أعمله كراميل على الطاسة، على النار قصدي، ولازم الطاسة تكون واسعة والسكر كده يبقى مفرود جواها. مش هقلبه غير لما يبدأ إن هو يدوب كده. بدأ إن هو يدوب معايا إزاي من الحروف، مش هقلب برضو معلقة، هعمل كده بس عشان إيه اللي مدابش ده يدوب. ده بص معظمه داب. هبدأ بقى أدخل معلقة كده وأقلب. قبل كده هتلاقوه كتل معاكم وبرضو النار عليه. بصوا بقى، هقلب لحد ما كل الكريستات الصغيرة دي تدوب، كل كتل السكر دي. وكده اللون ده كده كويس قوي. هوقف بقى الكراميل، معلقة الزبدة، وهكمل برضه تقليب. احط كمان كوباية اللبن واسيبه بقى على النار يغلي، عشان كل الكراميل اللي بصوا الكراميل ماسك ازاي، مع الحرارة هيفك كده. بيغلي ازاي والكراميل نفسه بدأ ان هو اهو يفك وحجمه يقل كده. يا جماعة بيغلي ازاي معايا، وكل الكراميل من اجزاء صغيرة اوي لسه مدبتش. دلوقتي بقى هعمل ايه، هجيب بقى كمان من الاول معلقة نشا كبيرة ومعلقتين مية، لازم مية مش لبن. هحط بقى في الكوباية دي النشا اهو، معلقة كبيرة، هحط عليه المية وهقلبه، وابدأ بقى احط فوق الكراميل واقلب بقى كويس قوي لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزه. معلقة نشا مع معلقتين مية، صبها، ياخد بقى القوام اللي انا عايزه مع التقليب. بص كده القوام بقى عامل ازاي معايا، مظبوط جدا. بصوا كده خلاص، قوامه حلو جدا، لونه حلو جدا. هنصبه بقى دلوقتي في الطبق او في العلبه اللي احنا حابين نحط فيها. بقى قوامه عامل ازاي، هو لسه سخن بس قوامه مظبوط جدا، شايفين بجد حلو جدا. ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. اهم 3 حاجات في الوصفه دي: اول حاجه السكر، واحنا بنكرمله ما نزودش وقت كرمله السكر، علشان لو طول معانا هيمرر، طعمه هيبقى مر. تاني حاجة، حابين تعملوه بكريمة اعملوه، بس لو هتعملوه بكريمة هتشيلوا النشا، لأن احنا بنحط النشا عشان اللبن طعمه مش بيتقله. فلو انتوا هتعملوه بكريمة شيلوا النشا. تالت حاجة، لما تحطوا طبعا اللبن هيكتل، اللبن بارد والكراميل سخن، قلبوا كويس قوي هتلاقوه هيفك مع بعض ان شاء الله، يبقى كويس جدا. طبعا ده بيتشال في علبة في التلاجة، علبة صوص كده تكون ليها غطاء او حاجة، بيقعد في التلاجة 10 أيام. الكمية دي عملت علبة بتعمل برطمان أو علبة 250 جرام، يعني ربع كيلو. ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.